بماذا تفكرين الآن؟ بماذا تفكرين الآن؟ بالجنين المبتسم. شاركت الإعلامية اللبنانية رابعة زياد المتابعين عبر صفحتها الخاصة على تويتر الصورة الأولى لزوجها الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي من داخل المستشفى التي يرقد فيها منذ أيام بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وظهرت رابعة وهي تقف أمام سرير زوجها وتحتضنه فيما كان هو مستلقياً ويرفع علامة الإيجابية في إشارة إلى أن حالته الصحية أصبحت جيدة وتجاوب مع العلاج. وأرفقت رابعة الصورة بتعليق قالت فيه: الحمد لله، زاهي يتمثل للشفاء، شكراً يا رب، شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة، محبتكم، صلواتكم، دعاءكم، نذوركم، شموعكم كانت الأكسجين الروحي والمعنوي، ليحفظكم الله جميعاً. صباحاً ينهض القلب إلى دمشق مسرعاً يتعثر. وتفاعل عدد كبير من النجوم مع خبر إعلان تحسن صحة زاهي وهبي، كان من بينهم الفنان اللبناني عصا الحليني الذي علق بالقول: الحمد لله رابعة، خبر حلو، الله يشفيه ويعافيه، اللهم رب الناس أذهب البأس وأشفيه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. شكرا مرتجى قالت: الحمد لله الحمد لله. أحبك أكثر غداً حين تكبرين. هذا وكانت هجمة الإعلامية رابعة مؤخراً مطلق شائعة وفاة زوجها زاهي وهبي التي انتشرت بشكل كبير منذ أيام. وكتبت عبر صفحتها الخاصة على تويتر: صاحب الشائعة هو أيضاً مريض، ومرة جديدة لا تصدقوه، زاهي في وضع أفضل ويتجاوب مع العلاج، وبدعائكم ومعونة الله سنمر من هذه الأزمة. ونشير إلى أن الممثل السوري قاسم مالحو كان وقع في خطأ فادح بنشر خبر وفاة زاهي وهبي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، الأمر الذي أدى إلى انتشار الشائعة بشكل كبير. كل هؤلاء على الرأس والعين، ولكن أيضا الفلسطيني إنسان تحق له الحياة وطلب. وفي التفاصيل، كان نشر قاسم مالحو صورة لمحادثة عبر الواتساب حصلت بينه وبين أحد الأشخاص المسؤولين عن إعداد برنامج زاهي وهبي بيت القصيد، تدعوه فيه ليكون ضيفاً في البرنامج، إلى أنه رفض الأمر في ذلك الوقت. وأرفق قاسم الصورة بتعليق أعرب فيه عن ندمه لأنه رفض الحلول ضيفاً مع زاهي وهبي ولو أنه لم يلتقي به. وبعد قليل عاد واعتذر قاسم مالحو من هذا الخطأ، مشيراً إلى أن إعلامي تسرع في نشر خبر وفاة زاهي وهبي وتمنى له الشفاء العاجل.